انا مغربيه، تزاديت في وجده. الاصل ديال والدي من سوس، الاب ديالي من بجعد. دونك تزوجت مع فرنساوي، اعتنق الاسلام كي الشريعه الاسلاميه، وكوننا عائله، كوننا وليدات، كوننا عياده، خدمنا الجميع في تردانت. وطلقني، مشى فحالو، خلى لي جوج تاع الاولاد، ما صرف عليهم، ما ناب عليهم، ما كان في الجنب ديالهم، مشى وخلاني هكاك. ودابا شاريين الدار في الشرف، انا اللي كونت معاه كل شيء. صدقت، انا دابا كندور في الديور، كندور عند الحباب، كندور عند الكبير، وكندور عند الصغير. الناس الجواد مستقبليني في ديورهم وعاطيني محلهم ومحليني ببانهم، وانا داري مفرشه مأتته مساليه وما لقيت لها حق. علاش؟ محيجه فرع الدار ودخليها، فيها الاتات ديالي، فيها فراشي، فيها كل شيء. غبر 30 عام وجا بحال كان ما عمره هو كاع كان دار شي حاجه، ولا خلى الاولاد ولا حتى شي حاجه. الدار دا الفراش، دا كل شيء. صدقت، انا ما عندي والو باليستي، راني كندور بها في الديور. تزوجنا في فيكيك، احنا كنا مع وزيره الصحه، وتزوجنا، درنا زواج في الدار البيضاء. ايوا تزوجنا زواج عادي تاع ناس محترمين. خدمنا، مشيت لفرنسا، خدمنا انا خدمت في السبيطار الصوفي في الدار البيضاء، هو خدم في السبيطار الحسني، خدمت في موريزكو. من بعد مشينا لفرنسا، قال لك بغى يحل العياده في فرنسا. فرنسا ما عندوش الفلوس، ما حلش فيها. خدمت فيها عام ونص، جبنا فليسات، عاونتو، حلينا العياده في تارودانت، شرينا الماتيريال، الدوزان كله، الراديو كله. المهم كانت مشاو مزيان، الحالة غادية متحسنة. الكليان، درنا الكليان، كيجيو الناس فرحانين، نشطين، من الجبال، الشلوح، العرب. كان ندير ليباري للناس، ندوز للناس. المهم أنا ديما في جنبو. حتى 84 شرينا هذيك الدار في الشرف، على حسب الدراري اللي خصهم يقراو في كوكان. في 85 مرض، مشى لفرنسا، قابلت انا العياده 10 شهور. الناس ناشطين، المرضى فرحانين، الدواء غادي مزيان، الاطباء ممتازين بثلاثه بهم. ما كانش واحد اللي مع هذا سمو الصواب، وهذا سمو مع الكليان. اللي جا، اللي مشى اليوم كيجيب الغد ليه عائلته. المهم في 85 ديبي، الاول تاع 86 رجع من الفتيح، لاباس، ما به والو، استغل صحته، تقاد، كيمشي، كيجي، كيدوز الناس كالعاده. استمرنا في الطريق شويه، قال لك راه خصهم يخلصوا ليا الاطباء اللي دازوا هنا، خصهم يخلصوا ليا الماء، وخصهم يخلصوا الضوء، وخصهم يخلصوا الكرا. قلت له واش ضربك الله؟ واش ما عندكش العقل؟ قلت له هذه ما كتصورش. الناس جاوا رانداو لك سيرفيس، عطاوك، عاونوك باش توقف، باش العياده ما تخواش وما تسدش. المهم ناقشنا هذاك الموضوع، قول هو راه غير كيقلب السبه. في 89 نهار 26 في شهر 12 جاب لي الطلاق. مشيت لعند العياده تاع المحامي، خديت محامي وقف معايا، طلقنا. المهم مشى في حالته، خلى لي الاولاد جوج. في 94 جيت قلت للاستاذ المحامي، ودي انا دابا راني غادي نمشي لفرنسا، الدراري ما لقيتش باش نكونهم، المدرسه غاليه عليا، 80,000 ريال في 3 شهور ما يمكنليش نخلصها. سنا اليوم 94 1994 قررت باش نمشي لفرنسا باش نقري الدراري. ماشي مشيت حيت انا مشوقه في فرنسا، لا، انا مشيت باش نعطي لولادي دروس، باش نعطيهم اخلاق، باش يتبعوا شي مهنه اللي بغاوها يتبعوها تما بكل سهوله. المهم دعيتو على حسب النفقه، طبقت الحكمه المغرب في فرنسا، حيت عندنا معلقه ما بين فرنسا والمغرب.
طبقت القانون، دعيتو في المحكمة الابتدائي، ربحتو فيها، ما عجبوش الحكم، استأنف، عاود تهرس في الاستئناف هو، خديت أنايا الاستئناف، حكموا عليه بالنفقة، حكموا عليه بحوايجي، حكموا عليه بكل شيء باش يعطيني. المهم جبت هذوك الحكمات صيفطتهم للمحامي باش يطبقهم هنا. ما درت حتى حاجة ما دارت. في 2013 جيت الوالد عندي عيان مرت، جيت قابلته، كان مشي لوجده وكان مشي لقادير. بنيت صوبت الدار، حرجتها مع كان طاحت بالشتاء، رابت بالشتاء والدار الى مسدوده، خصك هذا اسمه صوبتها وقديتها، خصت عليها 36 مليون. مازال كملت شي حاجه عند الحباب باش كملوا ليا، سد فرجتها قديتها مشيت. 2015 جا فرع الدار ودخل ليها، جالس دابا في الاتات ديالي، جالس في فراشي، جالس في كل شيء، وانا هاني كندور عباد الله عند الناس، هاني عند كل عائله كتقبطني شهر شهر ونص ونعاود نمشي عند عائله اخرى. واش هذا منكار؟ واش هذا حق؟ واش هذا باطل؟ انا ما كنقلب والو، انا باغيه الحق ديالي كمغربيه اصليه، ناخذ الحق ديالي، وكنطلب من العداله ديال المغرب ديال سوس تراجع الملف وتشوف تستدعي الشهود باش ما شهدوا عليا دوك الناس انا قابله. في 2020 صيفطوا لي واحد الاستدعاء، جيت بها، ملي جيت صيفطوا لي رساله جيت بها، دخلت عند المحامي قلت له استاذ واش يمكن لي تمشي معايا للجلسه؟ قال لي لا، الثلاث نهار الثلاث راه غتكون الجلسه، ودابا قال لي راه غادي يمشي معاك النايب ديالي. قلت له النايب ديالك انا ودي، واش غادي يعرف ما يقول؟ المهم شكيت. قال لي لا غير سيري، قال لي راه بحالي الا كنت انا. مشينا للثلاث، جلسنا تما حتى ل 12، عيط ليه في التليفون قال لي راني غادي ناجل الجلسه. الجلسه الاولى تاجلات، الثانيه تاجلات، والثالثه كنشوفوا جاي هو ولا المحامي المضاد جاي للمحكمه الابتدائيه. قطعت الشنطي باش نمشي لعندو باش يدخلني، دغيا زربو مشاو، دخلوا بجوج لا هو ولا المحامي المضاد. كنشوف في الصف نتاع المحكمه نتاع النوبه، كنشوف المطلق ديالي، كنقول واه هو غادي يدخل وانا غنجلس برا. كنعيط ليه في التليفون ما كيواجبش، التليفون عندو طافي. مشيت للشاوش قلت له الله يجازيك بخير اسيدي، راه غدوز عليا الجلسه، راها الجلسه غدوز مع 12 لاروب، دابا راها قربت. كيقول لي سيري ليه سيري ليه، صبني دار لي بحاشاكم بحال الكلب. المهم تخاصمت معاه فعلا، قلت له شوف الا ما بغيتيش تخني ها هاد الرساله قراها، راه كاين شحال من واحد غادي يقريها لك، وخليني ندخل ولا عيط للمحامي راه لداخل. ما بغاش يخليني ندخل، صدق داك الربع اللي عطياني الاستئناف، وانا طالبه النص، انا اللي كونت هذا السيد، انا اللي وقفت معاه، خليت المهنه ديالي في وزيره الصحه وخدمت معاه في العياده، وقفت ورديت راجل ما كانش عنده حتى باش يدير ليسانس، حتى من الطوموبيل انا اللي شاركت فيها وشريتها. في الاخر صدقت لا حقي لا داك الربع ولا والو، هاني واقفه. دابا راه صيفطوا لي الملف نقدوا ليبرام، هاني كنسنى 4 سنين ونص، هادي هاني كنسنى. واش عباد الله 72 عام عاد غادي تسنى مازال حياتك تعاود تجدد؟ رحنا غاديين في الطريق اللي ما غاديش نرجعوا منها، ونطلبوا الله تعالى يغفر لنا. انا ما سامحاش لا الكبار ولا الصغار ولا اللي شارك في داك الملف ودار فيه الروين، ما سامحه ليه، سمحت الدنيا الاخيره. والمحامي قال لك ما جيتش، المحامي قال لهم غايبه وانا في الباب.